ملايين البشر يموتون سنويا لأسباب مختلفة، ويأتي التلوث البيئي من بين هذه الأسباب. يعرف التلوث البيئي بأنه إدخال مواد صلبة أو غازية أو سائلة أو أي شكل من أشكال الطاقة إلى البيئة، ما يجعلها غير آمنة للعيش فيها لتجاوزها النسب التي يمكن للبيئة استيعابها. ومن أبرز أنواع التلوث البيئي يأتي تلوث الهواء في الصدارة جراء حرائق الغابات أو بسبب الأنشطة البشرية التي تنتج مواد ملوثة للبيئة مثل حرق الوقود الأحفوري وعوادم السيارات. وكشفت منظمة الصحة العالمية أن تلوث الهواء يقتل 7 ملايين شخص سنويا في العالم، مؤكدة أن 9 من كل 10 أشخاص يتنفسون هواء ملوثا. ويأتي تلوث الماء في المرتبة الثانية، والذي يحدث جراء التخلص من نفايات المصانع في المياه واستخدام المبيدات الحشرية. ووفقا لتقارير دولية فإن تلوث الماء يتسبب في مقتل نحو 2 مليون شخص سنويا. وحل التلوث الحراري ثالثا، حيث يؤثر هذا النوع من التلوث على الحياة البحرية والأنظمة البيئية المختلفة، فضلا عن التلوث الإشعاعي والذي ينتج عن تسرب المواد المشعة من محطات الطاقة النووية إلى الهواء أو الماء أو التراب، والذي يتسبب في زيادة معدل الإصابة بمرض السرطان. منظمة الصحة العالمية أكدت أن المخاطر الجوية والمائية والكيميائية مجتمعة تقتل حوالي 12.6 مليون شخص سنويا. معظم هذه الوفيات في الدول النامية في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، فيما تحصد المخاطر البيئية أرواح نحو 1.7 مليون طفل دون الخامسة وفقا لمنظمة الصحة العالمية. وفي ظل تنامي الأخطار جراء التلوث البيئي، أكدت منظمة الصحة على ضرورة تبني استراتيجيات تسهم في تحسين البيئة ومن ثم خفض عبء الأمراض الناجمة عن التلوث، من بينها استخدام وقود وتكنولوجيا نظيفين، ما يعود بالنفع في نهاية المطاف لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.